يستعيد كل الشباب وعالي الكرة. أحمد حاجي ممتاز الهدف، ممتاز الهدف من مصطفى حاجي، ضربة بقصية. قلت حتى الآن المنتخب المصري متأهل كأول، لكن هدف ممتاز، وأقولها بروحي الرياضية أن هذا الهدف سيكون أحسن هدف ربما في هذه البطولة. هدف ممتاز غير منتظر، لكن كرة كانت مقوسة وضربة بقصية من اللاعب المحترف مصطفى حاجي الذي يعطي ابتسامة لهوري ميشيل. هوري ميشيل لم يحرك ساكنا منذ بداية المباراة حتى الآن. هدف ممتاز، وأظن الخطأ في عدم مراقبة اللاعب. لا، ضربة مقصية ممتازة، ممتاز الهدف، هدف ممتاز لصالح المنتخب المغربي.